حاجة كده بين الشباب دايما يقولوها لبعض، يعني انه دايما قبل رمضان انت ناوي انه انت تدخل رمضان بنية صالحة، لكن قبل رمضان بأسبوعين كده تبدأ تحوم حولك الفتن والوساوس وأمور، وكأنه الشيطان عايز يربطك بشيء يستمر معاك حتى رمضان وما بعد رمضان، وكأنه إبليس عايز يجدد لك الاشتراك قبل ما تدخل في رمضان ويمنع عنك ويجدد الاشتراك يوم الرعشة اللي بتحصل لنا يوم العيد، ده تجديد الخدمة، يعني تفعيل الخدمة من جديد. هو عايز يسيب لك حاجة تكمل معاك. بالضبط. سبحان الله، هنا في مسألة علمية ومسألة شرعية دقيقة جدا. هنلاقي في سؤال عندنا دايما بنسمعه، إنه الشياطين في رمضان بتبعد واحنا السيئين، فعشان كده بتبان عيوبنا وسيئاتنا، ها انت وربك انت ونفسك، بص على نفسك في المرايه وشوف. كلام بنسمعه في الخطاب الديني كتير جدا، الناس بتقول كده. طيب انا قاعد اهو بتفكر، فقريت ايه قرانيه بتقول ان الله سبحانه وتعالى لما خاطب ابليس في ساعه السجود لسيدنا ادم عليه السلام، سال الله سبحانه وتعالى قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، يعني خليني معاهم لغايه ما يجي يوم القيامه. ربنا استجاب الدعاء فقال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني هو موجود معانا ما بيروحش خالص باستجابة دعوة الله سبحانه وتعالى له. طيب إزاي بيروح في رمضان؟ إزاي هذه الآية مع هذا الحديث أفهمها إزاي؟ هنا بتقول الحديث هنا هو مش موجود في الأحاديث، ده مش موجود إنه إبليس مش موجود في رمضان، والآية القرآنية بتقول إلى يوم يبعثون، هو معاك على 24 ساعة، أروح فين؟ لا، هو ما فيش مشكلة لا في الحديث ولا في الآية، لكن في فهم وقاسم مشترك بينهما. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وأراد أن يسجد له الملائكة، جاء إبليس نظر في جسد آدم قال إني خالق بشرا من طين، فجاي بيبص مين الهيكل الطيني ده هو عبارة عن إيه، فدخل فلف كده تجول في ابن آدم في آدم ثم خرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يجري في ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مجاريه، بمعنى الأماكن اللي هو بيلف فيها حاولوا أنكم تقفلوا عليه، ما تخلوش يلف فيكم كتير يعني. طيب فإبليس قبل ما يروح أو قبل ما يسلسل في الحديث النبوي الشريفة التي وردت في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول ليلة من رمضان يعني تسلسل كل هذه الشياطين، تسلسل ولا تبعد؟ في فرق ما بين اني اخلي انسان مسلسل مكبل موجود بس مكبل، ويعني اللي يسموها الاقامه الجبريه او احدد اقامته، احجر عليه كده صح، وفرق انه هو مش موجود اصلا، مش موجود، ده موجود بس متكتف، والتاني مش موجود خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش انه مش موجودين، احنا فهمنا ان هم مش موجودين، لا هم موجودين. واختلف العلماء قالوا انه المرضى الكبار هم اللي شغالين فامكانياتهم محدوده، لكن الشياطين الصغيرين دول هم اللي بينفذوا اوردرات الشياطين الكبيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضيقوا عليه مجاري، ضيقوا عليه مجاري بما الدم ده لما بتصوم تمتنع عن الاكل وتمتنع عن الشراب، الدوره الدمويه بتكون الحركه فيها يسيره مقبوله، انت عايش على قيد الحياه، لكن مش في فوره الدم، ومش انه هو زي ما يكون انسان اكل سكر كتير واكل لحمه كتير واكل دهون كتير، فبتلاقي الدوره الدمويه بتشتغل وكل حاجه فيه بتشتغل حتى يبدا يفكر في حاجات تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار على هذا الامر. اذا دخول ابليس هو بيحاول انه يزرع في قلبك شيء والعياذ بالله بمعصية معينة، خليها في بالك تبقى أنت دايما تتفكر فيها، لأن الممنوع مرغوب. لو جت لي بس بعد رمضان الحتة دي، سبحان الله يخلص رمضان ما تلاقيش المعصية دي جت. صحيح. ليه؟ لأنه طيلة شهر رمضان وانت هي بتلف في دماغك كده نفسك تعمل الحاجة دي. طيب هل النفس أمارة بالسوء؟ طبعا أمارة بالسوء. هو تحالف عليك؟ تحالف عليك. الروح دي اللي أسجد الله لها الملائكة، النفس مش حبها، الشيطان مش حبيبها، كلهم منفسين منك. لماذا؟ من أنت؟ بس احنا قبل ما نروح للجزئية بتاعت النفس، أنا عايز بس أحسن معاك ما يخص جزئية الشياطين. إذن الشياطين لا تسلسل، لأنه احنا طول الوقت خيالنا بيقول أنه بتسلسل أو تصفد الشياطين في مكان ما، احنا بنتخيلها كده أنه هم اتجمعوا اتحبسوا كده في تحت الأرض وتسلسلوا كلهم في حتة ما فمش قاعدين معنا. لكن هذا الفهم اللي حضرتك بتقوله هو أنه لا، هم مسلسلين لكنهم لم يبعدوا، فهم موجودين. هو ده موجود وده موجود، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القول لأهل العلم موجود انهم صفدوا وابعدوا في مكان معين، ده موجود وفي من يفتي به. وقول اخر اميلوا له كثيرا انهم هم موجودين، حتى حتلاقي اشكاليات في الصلاه، يعني الشيطان الموكل الوسوسه في الصلاه اسمه خنزب. فبتلاقيه في مشاكل في رمضان في المساجد ولا ما فيش؟ حدث ولا حرج. فبتلاقي المواضيع دي بتحصل. فالوساوس الشيطانيه موجوده.
لكن هل إبليس ممنوع مش شايفنا ولا شايفينه هو بعيد عننا ولا هو موجود وممكن أنه يعمل حاجات؟ آه ممكن أنه يعمل حاجات وموجود. طيب لكن ضعفت يعني صلاحياته، سحبت منه أشياء كثيرة جدا، ربنا كتفه ما ادالوش الحرية اللي هو بيعملها زي ما كان بيعملها قبل رمضان. فبتلاقي أنه أظن السوء بيظهر من النفس البشرية أكثر من نسبتها للشيطان. بارك الله فيك.